فهلا والله بسكان الطابه الارضيه، ولك بربي احلى سكان بالطابه الارضيه كلكم. بحب اتشكركم على العشر تالاف اخ وصديق عندي بالقناه. امبارح كنت عم بعمل ستريم على الفيسبوك على فورتنايت عم نلعب، ام واحد من الناس انا لحالي سالت انه صرنا 10000 ولا لا، طلعت هيك فعلا صرنا 10000 وكسور، صرنا وعشرة تقريبا. بحب اتشكركم كلياتكم على هذا الدعم، والله العظيم الصراحة دعمكم هذا كتير كان اسطوري بالنسبة الي، وفي كتير ناس دعمتني وفي كتير ناس تشارك على الفيس وتشارك على اليوتيوب، يعني تكون على اليوتيوب تجي على الفيس تشاهد الستريم وتعمل لي او تعمل لي اي مشاركة عفوا وتعمل لي دعم. هذا الفيديو انا عم صوره ما جهزت اي شيء له، فقت من النوم شربت مي اجيت شغلت البي سي وصورته، لانه انا الصراحة لازم نزله ولازم اتشكركم. امبارح نزلت لعبة اعلان هايبر سكيب وشلون تنزله وهيك، وما نزلت هذا الفيديو، انا الصراحة تأخرت فيه فعلا هذا الفيديو، فانا حبيت نزله هلا. انا بدي بس اتشكركم مو اكتر من هيك، وان شاء الله القناة صارت 10150 واحد. بحب اتشكركم كلياتكم 10150 شخص حبوا المحتوى اللي انا اقدمه. ان شاء الله هذا المحتوى اللي انا رح صير اقدمه رح صير اقدم فورتنايت، رح صير اقدم عن جيم كل شيء بشكل عام. انا عم حاول يعني انا جيم كل شيء جيم، انا بحب كل شيء جيم، نزل كل شيء عن هايبر سكيب، نزل عن فورتنايت فالورنت عن اي شيء بنزله، بس طبعا فورتنايت اللي هي الثابته كتحديات تسريبات والقصص. بحب اتشكركم كلياتكم على هذا الدعم، والله العظيم انكم ما بعرف يعني انا ماني مجهز اصلا لهذا الفيديو، طلعت شغلت الكاميرا وعم صور هيك، بس بدي اتشكركم مو اكتر من هيك. شكرا لكم كلياتكم على استخدام كود الايتم شوب نيمو 9 وعلى كل شيء، الصراحه كانت فتره حلوه انه نحن وصلنا 10000، وان شاء الله مكملين مع بعض للاكثر. وكل الناس اللي على اليوتيوب ان شاء الله لحاول اقدم احسن ما فيني بالنسبه لجيف اواي وبالنسبه لفيديوهات ولكل شيء. هلا نحن في عندنا جيف اواي ثابت اسبوعي على شرح تحديات، كل شرح تحديات اسبوعية لفورتنايت رح صير اعمل جيف اواي ان شاء الله ثابت على شرح تحديات الاسبوع، يعني كل اسبوع بعلن عن سحب جديد وعن فائز جديد. ان شاء الله هي تكون عجبتكم هاي القصة، وعلى الفيسبوك على الستريم كمان عم حاول اعمل جيف اواي فعاليات بالكرياتيف. من فترة عملنا واحدة وربح واحد سكن ب 800 في بوكس، مبروك عليه، وان شاء الله عم حاول اقدم اكثر واكثر. بس بدي اتشكركم على هذا الدعم وعلى كل شيء، هذا الفيديو بس هيك شكرا وهيك مو اكثر من هيك، وما في اي شيء ولا اي معلومة. بحب اتشكركم كلياتكم، دقيقتين ونص عملته اتشكركم، يعني ما بعرف شو اقول غير اني شكرا. اتمنى نضل مع بعض هيك مثل الاخوات، واي شيء بدكم اياه تكتبوا لي تحت بالتعليقات وانا عم حاول جاوب على كل شيء تعليقات. فشكرا لكم وشكرا لكل شيء قدمتوه، وبرعاية الله.